صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضرتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة عندنا كلام كتير، بالتأكيد هنتكلموا على متعة مباريات دوري أبطال أوروبا، وهنتكلم على تفاصيل كتير بخصوص انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، وطبعا موضوعاتنا وأخبارنا الرياضية. هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. امبارح استمتعنا جدا 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 بدوري أبطال أوروبا، وشفنا مباريات في قمة الروعة والجمال. وطبعا مواجهات النهاردة هتكون مختلفة تماما، مواجهات اليوم الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقبل ما ندخل معاكم في نتائج مباريات امبارح، مباريات النهاردة هتكون عاملة ازاي، نروح للأحداث الرياضية المصرية بشكل عام. ايه اللي احنا عايشينه وشايفينه ومستنيينه من أجندة الأحداث الرياضية؟ على رأس الأحداث المهمة اللي بتشغل بالنا كلنا واللي بالتأكيد منتظرة واللي اتكلمت معاكم عليها امبارح، اجتماع رابطة الأندية المصرية مع مسؤولي الأندية علشان نحسم التصور اللي شكل الدوري بتاعنا هيكون عامل بيه ازاي، دوري نايل الموسم اللي جاي. طبعا حديث الساعة اللي عمال الشارع المصري يتكلم فيه شكل الدوري. طب الدوري هيبتدي امتى؟ الدوري هيخلص امتى؟ الدوري الجديد هيكون عامل ازاي؟ هل هيكون بالنظام الاستثنائي اللي كلمتكم عليه امبارح واللي هو اشبه للنظام البلجيكي؟ دوري من دور واحد وبعد كده دوره ان احنا نحدد بيها البطل، اول 8 انديه، وده طبعا من دور واحد، ودوره لتحديد الثلاثي الهابط برضو من دور واحد، ولا هنلعب دوري عادي جدا بيبتدي في شهر 10، في اخر شهر 10 بقى، و نخلصه برضو في آخر أغسطس أو ممكن في أول 9. مصادرنا بتأكد أنه رغم أن الأندية متمسكة وكتير منهم رافض الفكرة اللي بنتكلم عليها أو اللي بنعرضها أو اللي لسه بناخد وندي فيها مع بعض دي، ليه الدوري الاستثنائي، ومعظم الأندية بتميل أكتر سواء كان المتواجدين في الجدول في الوسط في الآخر بينافسوا في الهبوط، في آخر الدوري بيكون لسه النقطة والنقطتين بيفرقوا معاهم من جانبهم، دول لأ ميالين أكتر أن يكون الدوري العادي مش الاستثنائي. الأمور كلها هتبان النهاردة، القعدة بتفاصيلها هتبان النهاردة، والتطبيق اللي هيتم تنفيذه هينفذ على الكل من غير أي اعتبارات، من غير أي استثناءات لأي حد. هنقول لكم برضو ونقول لكم النهاردة كده الدنيا هتمشي ازاي. اولا موعد انطلاق الدوري هيكون في شهر اكتوبر ولا نوفمبر. طبعا ما تستغربوش نوفمبر دي مني اول مرة اقولها، بس على فكرة هي وردة، يعني اخر اكتوبر دي الواحد كان بيقولها على استحياء كده، اخر شهر اكتوبر دي عشناها يمكن الموسم اللي هو اللي كان بعد كورونا والامور ما كانتش لسه مظبطة قوي، بس واضح ان احنا هنعيش في ده لو ما كانش في حلول، ولا نوفمبر وارد. كل الأمور دي لسه هيكون فيها طرف ثالث اللي هو المنتخب. المنتخب عنده في شهر أكتوبر مباراتين، موريتانيا ذهاب وإياب، وارتباطات تانية في شهر نوفمبر، كاب فيردي وباتسوانا، دول في ختام التصفيات. يعني هنحسم التأهل إن شاء الله كأول المجموعة قبل نهاية السنة دي، وإن شاء الله ده بناء على ترتيب وتخطيط والتزام من الأندية اللي هتساعد بالتأكيد المنتخب. ما هو حسم التأهل ده ما بيجيش من فراغ، بيكون عايز شغل، بيكون عايز إن الكابتن حسام حسن ياخد وقته الكافي علشان يشتغل فيه مع اللعيبة ويشتغل فيه في معسكر مغلق، وياخد وقته إن هو يعمل التكوين والكيمياء دي، وإنه لا قدر الله لو لاعب مش موجود أو مصاب لأي أسباب ما يكون عنده بديل، بديل ده ياخد وقته الكافي. كل التفاصيل دي من حق الكابتن حسام حسن عشان ما نرجعش نقول ليه مستوى المنتخب مش كويس. بطولة الانتركونتيننتال واللي بيشارك فيها النادي الأهلي هيتم تأجيل مباريات كتير ليها، ويا ريت انها تتأجل من الاول وتكون محسومه ومتقالة بمواعيدها، ده في حاله اقامه الدوري بشكله الطبيعي. ثالث حاجه، مباريات الانديه المصريه في البطولات الافريقيه دي مش مفاجاه، معروفه، اتمنى انها تكون برضو متحدده من الاول، سواء اذا كان النادي الاهلي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا، الزمالك والمصري بورسعيدي في الكونفدراليه الافريقيه. في حاله تطبيق الدوري بشكل طبيعي
احتمالات نهاية المسابقة هتكون في شهر أغسطس، دي مش مفاجأة، دي احنا كلنا متعودين عليها وعارفينها. السنة الجاية زي ما قلت لكم آخر أغسطس أو أول سبتمبر، يعني كل نهاية الدوريات في كل العالم بتنتهي قبلنا بثلاث شهور، رقم مزعج قوي، وده شيء مش طبيعي لمنظومة الكرة المصرية. رابطة الأندية لازم تلاقي حل وبمنتهى الهدوء والسلاسة مع كل الأندية النهاردة. زي ما بقول لكم هيتم إعلانه النهاردة بإقامة الدوري الاستثنائي ولا هيجد في الأمر شيء. كتير من الأندية رافضة الدوري المقترح اللي هو الاستثنائي، لكن الحل الأخير بالتأكيد هو بإيد رابطة الأندية والمنظومة الصحيحة والمنظومة المرتبة وتطوير الكرة المصرية. وإن إحنا في حاجة كده يقولك فكرة إنك أنت اللي تبات فيه تصبح فيه، على فكرة هو كل يوم هيحصل كل حاجة، اوعى تكون فاكر إن في حاجة هتتغير. الناس هتنام وهتصحى وهيجي اليوم اللي بعده، وهننام وهنصحى وهيجي اليوم اللي بعده. بس أطور إزاي؟ أشتغل إزاي؟ بإن أنا يكون فعلا عندي من جوايا النية لده، إن أنا يكون عندي من جوايا إن أنا يكون عندي تطوير للمنظومة الرياضية. طب هل أنا طرف لوحدي؟ ولا في عدة أطراف لازم تتعاون وتتساند وتتكاتف علشان نحقق ده؟ هل في بعض الأحيان يجب أن تفرض ده على الأطراف الأخرى؟ لو في المصلحة، لو في المصلحة وعدد الأندية مثلا 18 نادي، وهنقول إن أقل من نصهم بحاجة بسيطة موافق لكن الأغلبية مش موافقة، وانا شايف ان المصلحه للجميع ان يجرب ده، ما هي التجربه على فكره هي اللي بتخليك تعرف انت نجحت ولا لا. ما انا لو ما جربتش مش هغامر، مش هشوف، مش هجرب، مش هنجح. علشان كده لازم النهارده يكون في ناس مستوعبه ده، يكون الناس فعلا عندها النيه والرغبه في التطور والتطوير الخاص بالمنظومة الرياضية المصرية. أتمنى إن شاء الله بكرة نكون بنقول لكم أخبار كويسة، نكون بنقول لكم إن في تطوير، نكون بنقول لكم يلا نغامر، نجرب، نشوف، نستطلع الآراء، نشوف آراء الناس كلها، وفي الآخر المصلحة الخاصة بالجميع هي اللي تطبق. نروح لتصريح وتعليق وتصريحات ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطه الانديه المحترفه. اتكلم انه درع الدوري الخاص او اللي هيتم تسليمه للنادي الاهلي، طبعا الشركه الراعيه هتسلمه، هيتم تسليمه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، ده بناء على الاتفاق اللي تم مع النادي الاهلي على ان هم يستلموه في لقاء جورماهيا الكيني بعد انتهاء اللقاء على طول، وده طبعا بعد موافقه الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف. قال ثروت سويلم الاهلي منح اللعيبه والمدرب اجازه، وطبعا جت الاجنده الدوليه والنادي الاهلي هو صاحب القرار في اختيار التوقيت الانسب ان هو يستلم درع الدوري، اللعيبه كلها تكون موجوده، المدير الفني، وفي النهايه تم اختيار استاد القاهره وبحضور الجماهير. درع الدوري موجود عند الشركه الراعيه وهو درع رائع يليق بالبطوله المصريه والبطل المتوج بيها، وهو أشبه بكؤوس البطولات العالمية. هيتم عمل كاس أيضا جديد للفائز بلقب كاس مصر ده خلال الموسم اللي جاي. يوم الأربعاء هيقام الثالثة عصرا اجتماع في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، وهيتم إصدار بيان رسمي بعد كده إن اتحاد الكرة والرابطة والشركة الراعية وبحضور مندوبي 18 نادي من أجل حسم كافة الأمور. أتمنى أن يكون تاني بقول لكم إنكار للذات من الجميع، محتاجين قوي ان احنا نتخطى الموسم الصعب ده، محتاجين قوي ان احنا نفرح ونسعد ونتشرف بالدوري بتاعنا، محتاجين قوي ان احنا نكون بنواكب العالم كله وبنخلص الدوري في نفس التوقيت، علشان ده بالتأكيد هيصب في مصلحة الأندية واللعيبة والمنظومة والصحة البدنية والنفسية والتطور وكل شيء. مفيش حاجة ما بتصبش في حاجة تانية، ومفيش حاجة أي حاجة تانية بتتحمل عواقبها، كله بيصب في كله وكله بيترتب على كله.
هيتم لعب دور زي ما بقول لحضراتكم أول، ثم أول 10 فرق هتتنافس على لقب الدوري، باقي الثمان أندية هينافسوا على الهبوط، والشكل ده هو الأقرب إنه يتنفذ وهينطلق ساعتها. هنا بقى بقول إن ده موسم استثنائي برضو، ما أنت هتنطلق إمتى؟ هتنطلق في نهاية أكتوبر، لأنك لسه المركب عندك بتتحرك، فلازم انك انت هيكون عندك موسم استثنائي، انك انت برضو هتتحرك متأخر، هتتحرك 30 اكتوبر علشان يكون في منافسة، هي منافسة بطولة الدوري. يوم 6 يونيو تنتهي ان شاء الله الموسم اللي بعده، نخلص قبل كده كمان، وتكون دايما المسابقة بتخلص قبل 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 علشان نوصل ان المنظومة كلها تكون بتنتهي في التوقيت الصحيح. لسه رابطة الأندية مستمرة في عملها حتى تشكيل طبعا رابطة جديدة، من حقنا ان احنا نحدد الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري. ورابطة الأندية اصبحت من الكيانات العالمية والمعترف بها دوليا، وطبعا في كونجرس للروابط العالمية هيقام في مصر قريبا بإذن الله، ومن الصعب إلغاء الرابطة أو تحويلها إلى لجنة في بعض الأحيان، بنسمع ان ده ممكن يحصل، ده مش هيحصل أبدا. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مراسم تسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي أيضا، وزي ما قلت لحضراتكم التفاصيل الخاصة بالتسليم هتكون عاملة إزاي، وده جه في بيان رسمي أنه تم التنسيق أيضا مع النادي الأهلي عشان يسلموهم الدرع في أول نسخة منه بعد الانتهاء من تصنيعه. بفكركم التصنيع ده في إنجلترا بعد ما انتهت مباراة الفريق الأحمر مع قلت لحضراتكم مباراة الذهاب، لا هيكون في مباراة العودة جورماهيا الكيني يوم السبت، يوم السبت اللي جاي، وبعدها هيتم تسليم درع الدوري. الجماهير كلها طبعا هتكون حاضرة وبحضور كامل، وهتافات وغناء ومتعة كروية، اللعيبة الجهاز الفني كل الناس المسؤولة، بنبارك مرة واثنين وثلاثة للنادي الأهلي اللي هيفرح ويسعد ويفخر بناديه ويستلم درع الدوري الجديد. واحنا بنتكلم على شكل برضو الموسم الجديد زي ما حضراتكم شايفين معاكم على الشاشة، الاستعدادات برضو هتكون عاملة ازاي بالنسبة للأندية. النادي الأهلي قدر يتوج الموسم اللي فات بالدوري، لكن بالتأكيد كل الفرق طورت من نفسها، كل الفرق عملت تعاقدات جديدة، كل الفرق مستعدية بشكل مختلف. تعالوا نقول معاكم الاستعدادات هتكون عاملة ازاي لمسابقة الدوري المصري الممتاز. طبعا كل الأندية لسه في مرحلة حسم الصفقات، الصفقات ما انتهتش. أندية القمة بدأت الموسم من بدري لأنه هي مشاركة طبعا في بطولات إفريقية، فكانت لازم الأمور تبان عندها بسرعة. النادي الأهلي، نادي الزمالك، المصري، بورسعيدي، بيراميدز بدأوا فترة الإعداد من أكتر من أسبوعين، ولسه أندية الدوري في سباق الميركاتو الصيفي. هيكون لينا متابعة خلال الأيام اللي جاية في صفقات الميركاتو علشان نقول لكم أول بأول كل التفاصيل لحد نهاية وقفل باب القيد. خلونا نفكر الناس بالأجهزة الفنية اللي هتبدأ مع الأندية برضو الموسم الجديد عاملة إزاي. وطبعا غالبهم يعني الأغلب المديرين الفنيين المتواجدين مع فرقهم كانوا بالفعل متواجدين الموسم اللي فات. هنبدأ بالترتيب كده الأخير للموسم اللي فات. أولا النادي الأهلي مكمل مع مستر مارسيل كولر للموسم الثالث على التوالي. صراحة الراجل محقق نجاح كبير جدا جدا جدا، ومركز وعامل نتائج رائعة ومبهرة وبطولات. راجل متفوق على نفسه مع النادي الأهلي، كسب الدوري، دوري أبطال إفريقيا في إنجاز كبير جدا، اتأهل لكأس العالم للأندية مرتين، حصد الميدالية البرونزية، وطبعا دي من النجاحات الكبيرة جدا يقدر مدير فني يقود بها نادي كبير ويكون مسيطر عليه بالشكل ده، ويكون عارف إمكانيات اللعيبة اللي عنده ومقدم منظومة رائعة داخل جدران القلعة الحمراء. وأيضا لو رحنا لفريق بيراميدز، فريق بيراميدز المدرب الكرواتي كوانزلاف طبعا مكمل مع الفريق بعد ما بدأ معاهم تقريبا من نص الموسم اللي فات، قدم مستوى كويس وكان قريب على فكرة ان هو يحقق بطولة الدوري، ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يخطفها منه ونجح ان هو يحسم بطولة كاس مصر، انه يفوز على زد اف سي في النهائي بهدف النجم الكونغولي فاستن مايلي. ده بالنسبة لنادي بيراميدز، طبعا تدعيمات قوية وبالتأكيد
يعني صفقة مهمة جدا جدا جدا، وهي صفقة عبد الرحمن مجدي اللي بالتأكيد هتكون إضافة لفريق بيراميدز الموسم القادم، وأكثر من لاعب متواجد علشان يكملوا المنظومة اللي بقول لحضراتكم عليها. يوسف أوباما من اللعيبة أيضا اللي انضم لفريق بيراميدز وبالتأكيد هيكون إضافة لفريق بيراميدز، وفريق بيراميدز إضافة كمان ليوسف أوباما إن هو يبتدي يرجع لمستواه الطبيعي ويسترد مستواه مرة تانية يبتدي يتألق مع فريق بيراميدز. أما بقى عن نادي الزمالك، نادي الزمالك مكمل معاه مدربه البرتغالي مستر جوزيه جوميز بعد ما فاز الموسم اللي فات بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في أصعب الظروف. صعوبات كانت كبيرة جدا واجهت نادي الزمالك وكانت محتاجة نوعية معينة من المدربين، حقيقة في قيد الزمالك كان عنده طموحات كبيره جدا مع مستر جوزيه جوميز في المنافسه على بطوله الدوري وان هو يحافظ على كاس الكونفدراليه الافريقيه طبعا الموسم ده وان هو يحققه الموسم اللي فات. كل التفاصيل دي صعبه، كل التفاصيل دي بالتاكيد كانت قاسيه على نادي الزمالك، وبيحاول نادي الزمالك ان هو من خلال طبعا حل ازمه القيد، الصفقات الجديده الموسم القادم، الاعتماد على قطاع الناشئين زي ما حضراتكم شايفين مجموعه كبيره من ناشئي نادي الزمالك. مستر جوزيه جوميز كان حريص جدا ان هو ينهي بيهم الموسم اللي فات، انه يعتمد عليهم بشكل كبير جدا، انه يشركهم في المباريات الرسميه، وطبعا ناس كتير كانت ضد المدرسه دي بشكل كبير جدا وضد النتائج اللي جوزيه جوميز حققها في نهايه الموسم اللي فات، ولكن الراجل كان شايف ان هو خرج من الدوري باللي هو عايزه خلاص. هو الراجل ما توجش بمسابقه الدوري المصري الممتاز، وفي نفس الوقت وصل ان هو يكون بينافس في الكونفدراليه الموسم القادم، علشان كده هو بيأهل لعبته. حساسيه المباريات الرسميه مختلفه عن المباريات الوديه او فتره الاعداد او الموسم او المعسكر، كل التفاصيل دي كان عارف ان هو محتاج يشوف اللعيبه دي في ارض الملعب والمستطيل الاخضر وال90 دقيقه، وبالفعل خرج بافضل لعيبه ممكن يعتمد عليهم الموسم القادم. نروح بقى لفريق المصري البورسعيدي، معاه ايضا مدربه الماهر الكابتن علي ماهر، بعد ما قدر ينجح الموسم اللي فات في حسم المركز الرابع وطبعا ان هو يشارك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ده انجاز كبير جدا وبدايه تحقيق لطموحات كبيره في الوصول لابعد نقطه في البطوله، ده غير انه طبعا عامل صفقات مميزه لغايه دلوقتي في الميركاتو. اما بقى لمودرن سبورت مستمر معاه كابتن طلعت يوسف ايضا اللي تولى المهمه في منتصف الموسم اللي فات، وانهى معاه الفريق الدوري في المركز الخامس ب 54 نقطه، وطبعا مقدم مستويات جيده جدا في الفتره الاخيره. الحقيقه ان الكابتن طلعت يوسف عنده خبرات كبيره جدا، انجازات رائعه، فتره طويله قضاها داخل طبعا الاتحاد السكندري، ويعني هنقول لعيبه ولعيبه تلمذه بصراحه تحت يد الكابتن طلعت يوسف، وعلى راسهم الف رحمه ونور عليه احمد رفعت. احمد رفعت بالمناسبه كان من اكثر المدربين اللي اشتغل معاهم هو كابتن طلعت يوسف، واكثر المدربين اللي عرف يشتغل على امكانياته ويوظفه صح ويشتغل عليه ويديله فرصته ويديله مساحته كان الكابتن طلعت يوسف. علاقه خاصه جدا كانت بتجمع الكابتن طلعت يوسف باحمد رفعت الله يرحمه، والحقيقه ان دايما الحاجات دي دايما بنحب ان احنا نقولها ونسلط الضوء عليها، عشان صدقوني المدير الفني اللي بيجيد التعامل مع اللعيبه نفسيا قبل فنيا وبدنيا بنقدم له كل التحيه والتقدير. كابتن طلعت يوسف كان من المديرين الفنيين اللي عارف امكانيات اللعيبه وبيشتغل عليهم، وانسان قبل اي شيء. فيعني الحقيقه كان لازم ان انا اتكلم معاكم على النوعيه دي من المدربين اللي فعلا يستحقوا كل التحيه والتقدير. كابتن طلعت يوسف ربنا طبعا يديله الصحه ويدي الصحه لكل المديرين الفنيين اللي بيشتغلوا بيعملوا جهد كبير وبيشتغلوا طوال الموسم وبيحملوا ده فوق طاقتهم ونفسيتهم وحاجات كتير وصحتهم. وزي ما قلنا واتكلمنا على كابتن ايهاب جلال الف رحمه ونور عليه، حقيقي 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 المديرين الفنيين المصريين دول كنز بمعنى الكلمة. وإن شاء الله خلال الحلقات القادمة أوعدكم إن احنا هيكون عندنا فقرات هنتكلم فيها على المديرين الفنيين بالإنجازات الكبيرة اللي بيحققوها بالأرقام، بأرقامهم مع الأندية، باللعيبة اللي اكتشفوها في يوم من الأيام، باللعيبة كل على فكرة مدير فني معروف هو اكتشف مين، واللاعب اللي غير مركزه، واللاعب اللي اداله فرصة
في المكان ده واللاعب اللي حقق أكتر أرقام وعدد من الأهداف معاه. فأنت لما تيجي تتكلم مين ينسى علاقة حسام باولو بالكابتن علاء عبد العال؟ في بعض الأسماء مرتبطة بمديرين فنيين طلعوا أفضل ما عندهم، وعلى فكرة كتير وكتير وكتير. وتزعل بقى بعدها لما تلاقي مدير فني ما بقاش على علاقة جيدة باللاعب ده، أو كان سبب في إن هو يطلع أفضل ما عنده ويحقق أرقام معاه وبعد كده ما بقوش على وفاق. هتكلم معاكم في كل ده خلال الحلقات القادمة ما بداية أو ما قبل بداية الموسم القادم، علشان حقيقي محتاجين إن احنا نسلط الضوء أكتر وأكتر على مديريننا الفنيين. خلونا نروح لواحد من أفضل المديرين الفنيين أيضا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، الكابتن أحمد سامي مع نادي سموحة اللي برضه ماشي بخطى ثابتة ومستمر مع فريق سموحة وفنش الدوري في المركز السادس وكان معاه 54 نقطة ونفس رصيد مودرن سبورتس. لما هقول الاسم القادم ده هكون سعيدة قوي ومبسوطة قوي 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 ان في مدير فني قادر ان هو يحقق انجاز كبير كده، ونكون نبتدي مع الفريق من البداية from the scratch زي ما بيقولوا، من بداية الرحلة. صعب انك انت تبتدي الرحلة وتكملها لحد الاخر وتكملها وتوصل، وان شاء الله هيوصل اكتر واكتر. نادي زد اف سي احدث الوجوه في دوري نايل، شارك لاول مرة الموسم اللي فات وكان معاه مدربه المجتهد الرائع المخضرم الكابتن مجدي عبد العاطي اللي نجح في الظهور بشكل جيد جدا ووصل لنهائي كاس مصر وكان عنده فرصة كبيرة في حصد اللقب، لكن التجربة مستمرة بشكل جيد. وكابتن مجدي عبد العاطي مش بس كان هيفوز بلقب كاس مصر، كابتن مجدي عبد العاطي لما تبص لأرقامه في مسابقة الدوري المصري ممتاز تبقى عارف إمكانيات الراجل ده وعارف قدراته وعارف أنه لسه عنده المزيد مع منظومة قوية وناجحة في زاد اف سي. فبالتاكيد لما رهنوا صح على كادر محترم يستحق انه يكون موجود ويحقق كل اللي في باله واللي في فكره وامكانياته وافكاره وطموحاته وخبراته داخل الفريق. ان شاء الله بنتمنى ان تكون ارقامه القادمه افضل واحسن، ونكون دايما بندعم مديرنا الفنيين اللي عندهم حاجه مختلفه. كابتن مجدي عبد العاطي عنده حاجه مختلفه. نادي سيراميكا كليوباترا مكمل مع الكابتن الرائع اللي عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، ما ينفعش اقول عليه انه مجتهد فقط، كابتن اللي عنده خبرات وعنده سي في محترم اشتغل عليه واجتهد وتعب واشتغل بشكل كبير جدا طوال السنوات اللي فاتت علشان نسعد بمسابقه الدوري المصري ممتاز ان يكون عندنا مدير فني زي الكابتن ايمن الرمادي. الحقيقه هو مكسب بكل المعاني، نجح مع فريق سيراميكا ان هو يفوز بكاس رابطه الانديه للمره الثانيه على التوالي، حقق نجاح مؤثر في تجربه جيده للفريق ومعاه طبعا سكواد مميز بيساعده بشكل كبير. وعلى فكره الحقيقة هما بيبهرونا كل موسم بالتدعيمات القوية، الكابتن أيمن الرمادي بيكون عنده بصمة في اختيار الصفقات الخاصة بفريق سيراميكا مع منظومة كروية رائعة. وطبعا بتكلم على مدير فني مخضرم، بتكلم على منظومة عارفة هي عايزة ايه كويس جدا، كابتن معتز البطاوي، كل اللي بتكلم عليهم دول ناس عندها خبرات في الكوره وناس عايزه ان هي تطور سيراميكا اكتر واكتر وتوصل بالفريق ده في مكانه جيده. والحقيقه ان دايما اللي بيكون عايز يطور ويشتغل ويجتهد بالتاكيد في الاخر هيوصل للي هو عاوزه. تعالوا نروح لنادي امبي. نادي امبي يمكن كانت الامور مستقره معاه شويه، ولكن ابتدى يحصل تذبذب في النتائج وتغيير اكتر من مدير فني، ولكن في الآخر تم الاستقرار على وجود الكابتن سيد ياسين لتولي المهمة في فبراير اللي فات. أنهى الموسم في المركز التاسع وظهر على فكرة بشكل كويس الفترة اللي تولى فيها تدريب الفريق، ده طبعا كان خلفا لكابتن تامر مصطفى
وبتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف فريق انبي بيرجع مره تانية بينافس بقوه، تدعيماته تكون قويه، قطاع ناشئي فريق انبي المحترم جدا 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 يمتعنا ويمتعنا ويساعدنا بقطاع الناشئين واللعيبه اللي دايما بيكونوا الحقيقه اضافه وبنستمتع بيهم في مسابقه الدوري وايضا منتخبنا المصري. تعالوا نروح لكابتن كابتن عبد الحميد بسيوني مع فريق طلائع الكيش. كابتن عبد الحميد بسيوني فنش الموسم اللي فات في المركز العاشر وجمع 42 نقطة، كان قريب جدا من هو يحسم مباريات كتير فقدها الفريق في اللحظات الأخيرة، وعلشان نكون أدق في الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. كابتن عبد الحميد بسيوني من أفضل المدربين وكان مبتدي موسم قوي جدا 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 تفوق فيه على نفسه وكان عامل نتائج مبهرة ورائعة أمام فرق كبيرة قوي في مسابقة الدوري، ولكن ما بنبقاش عارفين الكواليس عاملة ازاي، التفاصيل عاملة ازاي داخل الفريق، ايه اللي بيحصل، الإصابات، انخفاض المعدل البدني، لعيبة كان بيعتمد عليها واتصابوا في نهاية الموسم، كل التفاصيل دي كابتن عبد الحميد بسيوني هو أدرى واحد بيها. بنتمنى يكون في لملمة سريعة للأوراق ونشوف انتعاشة قوية لفريق طلائع الجيش يبتدي بيها الموسم القادم مع الكابتن المخضرم الكابتن عبد الحميد بسيوني. تعالوا نروح للاتحاد السكندري واللي عين المدرب العائد مرة تانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد سنوات وصولات وجولات داخل المسابقة. مستر بابا فاسيليو اللي بيرجع مرة تانية وبيتم توجيه الشكر للكابتن أحمد ساري، وكان قبله الموسم اللي فات الكابتن طارق العشر ايضا متواجد، ونادي الاتحاد تعاقد على فكره مع صفقات كتير في الفتره الاخيره، واكيد مستر بابا فاسيليو عنده خبرات زي ما بقول لكم في دوري نايل وطبعا درب اكتر من فريق، والحقيقه انه لما بتكلم على مدير فني زي بابا فاسيليو يمكن يكون ما كانش موافق في نهاياته في مسابقه الدوري مع فريق البنك الاهلي، ولكن ده يخليني اقول ان الراجل برده عارف امكانيات اللاعب المصري وعارف خبراته وعارف يتعامل ازاي معاه وعارف يوظف لعبته ازاي وعنده او ملم بشكل مسابقة الدوري وبتدار ازاي وكيفية التعامل مع المسابقة دي، لان هي بالتأكيد بيكون ليها تفاصيلها الخاصة. بنتمنى له تجربة جديدة بطعم جديد بشكل جديد ليه، وان شاء الله يحقق مردود رائع مع زعيم الثغرة. نادي الجونة اللي مستمر مع الكابتن علاء عبد العال واللي نجح في البقاء مع الفريق في دوري نايل في الأسبوع قبل الأخير والفوز على بلدية المحلة. كابتن علاء عبد العال متحدي كل الصعاب اللي بيقدر ان هو يتغلب على كل الظروف والعنيد قوي واللي مش سهل انك تخطف منه النقطة بسهولة. كابتن علاء عبد العال قدم الحقيقة مباراة قوية جدا وهي المباراة الشهيرة اللي انتهت 2-1، وطبعا كانت من المباريات الرائعة جدا واللي استمتعنا بيها، والحقيقة كانت أمام زي ما شفنا الأسبوع قبل الأخير والفوز على بلدية المحلة في المباراة كانت في قمة الروعة والجمال. نروح معاكم لنادي البنك الأهلي واللي معاه الكابتن طارق مصطفى، كابتن طارق مصطفى اللي تولى تدريب الفريق في منتصف الموسم اللي فات، سجل معاه حضور رائع وجيد. الكابتن طارق مصطفى لازم اتوقف عنده لانه لما اتكلمت على الكابتن ايمن رمادي ما يختلفش خالص الكابتن طارق مصطفى عنه، ما يختلفش عن فكره ان انا اجتهد واشتغل ويكون عندي خبرات واسافر واروح واجي لاني عايز احقق شيء، اني عايز اكتسب خبرات اكتر فاضيف خبراتي دي للانديه اللي انا هتولى القياده الفنيه فيها، مع وجودي كلاعب وفي نفس التوقيت ان انا اكون عندي خبرات كبيرة جدا في عالم الساحرة المستديرة وان انا كنت صغير في السن وابتدي الرحلة التدريبية بتاعتي وانا صغير، على فكرة ده يفيد قوي ويزود قوي ويقرب المسافة ويقلل الجاب المسافات ما بين المدير الفني وما بين اللعيبة. كابتن طارق مصطفى هو واحد من اهم وافضل الكوادر في التدريب الفني ولسه عنده على فكرة ولسه عنده أفكار ولسه عنده خبرات ومهارات عايز يطبقها على أرض الواقع. بنتمنى له كل التوفيق الموسم القادم بإذن الله. دوري نايل وإدارة النادي عاملة ميركاتو جيد جدا لغاية دلوقتي مع كابتن طارق مصطفى، ضمت أكتر من لاعب أبرزهم الهداف أحمد ياسر ريان. تعالوا نروح معاكم بقى ليه الدرويش. الحقيقة انه يمكن يكون نادي الاسماعيلي بيمر
يعني بأسوأ فترات مرت عليه الموسم اللي فات، و اللي قدر ان هو يخرج بالنادي الاسماعيلي لبر الامان هو كان الكابتن ايهاب جلال. الف رحمه ونور عليه. وطبعا النادي الاسماعيلي بعد رحيل الكابتن ايهاب جلال عن عالمنا كله، عن الدنيا كلها، بالتاكيد ده اثر معاه قوي، وبالتاكيد خلى النادي الاسماعيلي في مأزق كبير جدا. اوعى تكون فاكر انه النادي الاسماعيلي بالنسبه له المرحله اللي جايه هتكون اسهل من اللي فاتت، بل بالعكس دي هتكون اصعب واكثر الما. بتمنى من كل قلبي ان اللعيبه تحقق الهدف والغرض والطموح والنجاح والامل والحلم اللي كان عند الكابتن ايهاب جلال مع النادي الاسماعيلي. الراجل ده اشتغل وتعب وكان عنده حلم كبير قوي قوي قوي، حمل فوق نفسه ونفسيته وطاقته وصحته، واشتغل بكل رجولة وشهامة، تحمل كل الصعاب وكل الظروف، ما فرقش معاه أي حاجة. ولا تقولي مقابل مادي، ولا تقولي ضغوط نفسية، ولا تقولي إنه ممكن الفريق يتعرض لخسارة ويتعامل معاها إزاي. بكل التحضر والاحترام والرقي اللي بنشوفه بيه وهو على الخط طوال التسعين دقيقة، يحسسك إن اللي جاي أفضل وإن اللي جاي أحسن على النادي الإسماعيلي. ورغم كل ده قدر إن هو ينتشل النادي الإسماعيلي، مش الموسم ده بس، ارجع كده ورا وافتكر 2020 و2021، وافتكر مع الكابتن إيهاب جلال لما انتشل النادي الإسماعيلي في أصعب فتراته، وكان مش مهدد بقى بالهبوط، كان هيهبط، وقرر التجربة مرة تانية المرة دي. هل ده ليه أي مقابل؟ ملوش أي مقابل غير إن البني آدم بيحب النادي ده وبيحترم نفسه وبيحترم النادي دي. دي كلمة كبيرة قوي. لما المدير الفني يكون قد كلمته، ما يخلاش بالنادي ولا باللعيبة ولا بظروف النادي ولا بخزينة النادي ولا بوقف القيد اللي استقبل الخبر ده في بداية الموسم، ورغم كده بقى يكلم لاعب لاعب ويقنعه إنه يكمل، بقى يحاول يقرب وجهات النظر ما بين اللعيبة ومجلس الإدارة، بقى يحاول يصلح ويشتغل على كل لاعب ويرجعه لمستواه، بقى حتى اللعيبة اللي كانت بعدت خلاص ومش بتشارك يشتغل عليهم تاني ويحط أمل فيهم تاني. الحقيقة إنها تجربة لن تتكرر مرة تانية في النادي الإسماعيلي، تجربة كابتن إيهاب جلال. بنتمنى إن يكون في اقتراب للتعاقد مع مدرب جديد هيكون مصري بإذن الله. وطبعا بعد رحيل الكابتن الخلوق الكابتن إيهاب جلال، إن شاء الله بداية الأسبوع اللي جاي تكون مختلفة، يكون في إنقاذ جديد للنادي الإسماعيلي من الهبوط. وبنتمنى إن شاء الله إن إحنا نشوف تجربة جديدة بفترة جديدة ببداية جديدة للدراويش، درويش الكرة المصرية إن شاء الله في دوري نايل الموسم القادم. نروح لنادي فاركو واللي مستمر معاه الكابتن أحمد خطاب المدرب الشاب، واللي سجل حضور جيد مع الفريق في الموسم الماضي ونجح في البقاء معاه في الدوري الموسم اللي فات بعد منافسة قوية جدا مع بلدية المحلة. مقاولين العرب ثلاثي الصاعد نادي غزل المحلة مع المدرب الشاب الكابتن أحمد عيد عبد الملك، اللي قاد الفريق للتأهل لدوري نايل مباشرة بدون الدخول في دورة رباعية. إدارة النادي عملت أكتر من 10 صفقات لغاية دلوقتي لدعم الفريق. الواحد الحقيقة بيسعد جدا 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 لما يشوف المديرين الفنيين الشباب، اللعيبة اللي اشتغلت اجتهدت، كان عندها حلم قدرت ان هي تشتغل عليه وتوصل وتحققه. كابتن احمد عيد عبد الملك جاي من بعيد قوي، جاي من بعيد قوي قوي قوي، اشتغل كتير جدا عشان تشوفه في الصوره اللي انت شايفها على الشاشه دي. الحقيقه ان المديرين الفنيين اللي بيكون عندهم حلم التدريب ده ما بيجيش من فراغ، الناس دي بتشتغل وبتتعب وبتنتقل لاكتر من نادي من اكتر من فريق، بيشتغل على أندية الدوري القسم الثاني، ما بيقولش لا والله أنا أروح على طول أدرب الفريق الأول أو إن أنا أدرب فريق بيلعب في دوري نايل أو الدوري المصري الممتاز، لا عمره ما هيوصل،
وعمره ما هيكون عنده الخبرات دي. بنتمنى كل التوفيق للكابتن احمد عيد عبد الملك، متاكدين ان شاء الله انه يكون بدايه قويه للموسم القادم. اما بقى عن نادي باتروجيت مع المدرب القدير الكابتن سيد عيد اللي قاد الفريق ان هو يتاهل لدوري نايل بعد ما تصدر ترتيب دوري المحترفين في الموسم اللي فات، واداره النادي جددت الثقه مره ثانيه بشكل كبير في الكابتن سيد عيد اللي عنده خبرات كبيره جدا جدا في مسابقه الدوري، وبدات في ضم صفقات جديده للفريق. اخيرا انهي معاكم الملف بنادي حرس الحدود، ابرز العائدين لدوري نايل الحمد لله على سلامه حرس الحدود بعد غياب سنوات مع الكابتن محمد يوسف المدرب الكبير اللي عمل طبعا فريق محترم وعمل تدعيمات قويه اكتر من صفقه في الفتره الاخيره، واكيد اداره النادي عندها طموحات كبيره في الظهور بشكل جيد بعد العوده لدوري نايل. ده موقف أندية دوري نايل من الأجهزة الفنية اللي هتكون متواجدة معاها قبل شهر من انطلاق الموسم الجديد على أقصى تقدير. خلونا نشوف، نتابع، نستمتع، نعيش معاكم كل تفاصيل الدوري بكل يعني سنتوفة فيه، بكل حالاته وحالات الشد والجذب اللي بنعيشها على مدار أيام المسابقة، المتعة الكروية، وإن شاء الله نستمتع ب 18 نادي. هل ممكن نشوف تغيير في الإدارات الفنية لأي نادي؟ ما نتمناش، نتمنى إن الأمور تكون مستقرة. كل المدربين اللي قلناهم مكملين معانا ان شاء الله قبل بدايه الموسم. خلونا نتابع ونشوف معاكم مسابقه دوري نايل. مشاهدينا تفاصيل كتير واخبارنا الرياضيه هقولها لحضراتكم بالتاكيد في صباح اون تايم، ولكن بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. موضوع من الموضوعات الحقيقة اللي يعني عشنا فيها بتفاصيلها خلال الأيام اللي فاتت بخصوص رمضان صبحي. رمضان صبحي لاعب بيراميدز، واحد من أهم لعيبة بيراميدز ومنتخبنا المصري، الوجود مهم قوي مع المنتخب دايماً. الأمور والتفاصيل اللي عاشها رمضان بخصوص الجانب اللي طبعا يعني كان قاسي جدا عليه والامور الخاصه بالمنشطات، طبعا شفنا وعيشنا مع رمضان انه تم وقف اللاعب فتره، اللاعب تم ثبات ان هو ملوش اي علاقه بفكره ان هو بيتناول المنشطات او التفاصيل دي اللي عشناها بكل تفاصيلها، ولكن رجع اللاعب يشارك مره ثانيه مع فريقه. والجانب الخاص بقى بالأمور الروتينية أو الأمور الرسمية إنه تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستئناف مرة تانية ضد قرار إلغاء إيقاف رمضان صبحي، رغم إن اللاعب رجع وبيشارك. وتم رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، ده كان في الأزمة اللي بقول لكم عليها، ده كان يوم 16 يوليو اللي فات. والتفاصيل دي كانت إن هو خضع للجنة الاستماع وتقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة الاستماع المصرية. أقرت لجنة الاستماع المصرية بإلغاء قرار إيقاف رمضان صبحي، ده وقتها طلبت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات. رجع رمضان مرة تانية لعب بشكل طبيعي تقريبا يوم 16 يوليو اللي فات، ولكن الجديد في الأمر زي ما بقول لكم إن لجنة المنشطات الدولية بتستأنف ضد إلغاء إيقاف رمضان صبحي للقرار بتاع القيد، للقرار بتاع الإيقاف، وعايزين إن هم يقدموا شكوى رسمية مرة تانية علشان اللاعب يتوقف مرة تانية. طبعا في البعض ممكن يقولك ده قرار روتيني أو قرار معتاد عليه، هنشوف هنتابع معاكم التفاصيل الخاصة بالموضوع ده. لكن طبعا الرد الرسمي جه عن طريق المحامي هاني زهران المحامي الدولي ومحامي ايضا رمضان صبحي، اللي قال واتكلم عن موقف رمضان من المشاركه في المباريات خلال الفتره اللي جايه بعد طعن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. طبعا ده بسبب انه كان محتاج يوضح للناس الامور هتمشي ازاي. قال زهران رمضان صبحي مكمل في المشاركة بشكل طبيعي جدا، والطعن المقدم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لن يمنعه ان هو يشارك مع فريقه. الفصل في الدعوة قد يستمر لمارس 2025، واحنا جاهزين بمستندات جديدة هنقدمها امام المحكمة
المحكمة الدولية عشان نرد على الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. كويس جدا انه محامي اللاعب طلع ورد في ساعتها علشان كل الناس تكون مطمنة على وضع رمضان صبحي واللاعب يكون مطمئن تماما، علشان ده بالتأكيد بيأثر بشكل كبير قوي على اللاعب، على نفسيته، على تركيزه في أرض الملعب. امبارح كان عندنا حدث رياضي مميز وهو افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة. تم الافتتاح ومنتخب الفراعنة لكرة اليد للكراسي المتحركة طبعا كان عنده مباراة مهمة جدا، والبطولة استضافتها مصر على صالة حسن مصطفى بالفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0، نتيجة جيدة ورائعة في المباراة اللي جمعتهم بعد حفل الافتتاح مباشرة. حفل الافتتاح شهد حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصري برئاسة الدكتور محمد الأمين. خلوني أقول لحضراتكم قائمة المنتخب المصري بتضم كل من سامي منصور، طوبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، إيمان حسن. وبيضم الجهاز الفني أيضا كل من الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، كابتن وائل عبد العاطي مدير فني، محمد فرج مدرب، محمد عبد المنعم مدير إداري، الدكتور أحمد أكرم، الدكتورة منة طلاب، محمد أخصائي العلاج الطبيعي. أصفرت قرعة البطولة على لاعب منتخبنا المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من الهند والبرتغال وتشيلي، وبنتمنى كل التوفيق لاعبتنا اللي شرفونا، وإن شاء الله هيكملوا البطولة على ألف خير بشكل مشرف جدا يليق باسم مصرنا الحبيبة. طبعا بتنظمها مصر للمرة الثانية بعد نسخة 2022، ودايما الدولة بتكون مهتمية جدا وفي اهتمام رائع واستثنائي لألعاب ذوي القدرات الخاصة، وبنكون دايما سعداء بصراحة بالاهتمام ده بنجاح أبطالنا سواء منتخب الساق الواحدة أو منتخب الكراسي المتحركة. هنشوف وهنتابع مع حضراتكم منتخب الهاندبول ومشواره في البطولة هيكون عامل ازاي. نروح معاكم لرياضات تانية وتسليط الضوء دايما على الرياضات الأخرى، والحقيقة أن الرياضات دي ما بتقتصرش على أي حد، دايما بنقول الرياضة للجميع والناس كلها من حقها تلعب رياضة. وطبعا الرياضة المختلفة لذوي الإعاقة سواء كرة القدم للساق الواحدة أو الكراسي المتحركة أو غيره كلها فيها إصرار كبير جدا جدا جدا، وبنشوفه من الأبطال اللي ما لهمش حل وما لهمش مثيل. لما تتفرج على الأبطال دي والصعاب اللي مروا بيها، تتفرج على أي لقاء ليهم، تشعر أنه لا، الموضوع فيه حاجة خرافية، حاجة مش طبيعية، بتكون منبهر وبتفخر وبتكون عايز يعني تقوم تقول للراجل ده أنت إزاي كده حقيقي، أو تقول للست دي أنت إزاي كده، أنت إزاي ما استسلمتيش وازاي تحديتي كل الصعاب واشتغلتي رغم الاعاقه او رغم الظروف او رغم انك انت يكون عندك حاجه ممكن ان هي تعيقك انك توصلي لحلمك. الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ما لهمش وصف غير انهم ابطال بيتحدوا اي صعاب في سبيل الاستمرار وسط كل تحديات الحياه. كل التحيه والتقدير ليهم. طبعا عملنا لقاء مميز مع كابتن محمود حنفي حارس مرمى منتخب مصر للساق الواحده اول مبطولين، علشان نشوف اكتر الصعاب اللي مر بيها والتفاصيل والطموح اللي عنده. كابتن محمود طموحاته بكره هتكون عامله ازاي، ومين حراس المرمى اللي بيحبهم وبيحب يتابعهم وكانوا سبب ان هو يحب اللعبه دي وتمسك بحلمه، وايه اقرب المنافسات اللي جايه للمنتخب. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف اللقاء ده ونرجع لكم مره ثانيه. انا كانت بداياتي كان عن طريق ايفنت على الفيسبوك عن طريق كابتن محمود عبده، فشفت كان عامل ايفنت على الفيسبوك كان بيدعي فيه عايز لعيبه للساق الواحده وحراس مرمى. فطبعا اللعبه ليها قوانينها، اللاعب بيبقى عنده بتر في القدمين، والحارس بيبقى عنده بتر او عنده مشكله في الجزء العلوي في احد الاطراف في ايديه الاثنين. مركز حراس المرمى مركز عادي زي الحارس الطبيعي في كل حاجه. الحارس المرمى للساق الواحده لازم يبقى فيه عنده خلل في احد الاطراف سواء اليمين او اليسار. اي حد في كره القدم عندنا لو بيحصل عنده اصابه في رجله او في ايده او هو مولود لعيب خلقي، الموضوع بيبقى بالنسبه له بيبقى فاكره صعب، لا انا عايز يكسر الحاجز. الموضوع بيبقى لما بتيجي تلعب كره القدم انت بتخرج من جواك الطاقه
بيبقى احنا في كرة القدم بنبقى عيلة واحدة. اهم التحديات اللي انا بجمع بين مثلا اللي انا بيبقى عندي شغل وتدريبات، ودي طبعا بتبقى الموضوع بيبقى صعب جدا، اللي انت يعني بتحاول توازن ما بين شغلك وبين اللي انت بتتمرن. انت عارف الحراسه كمان تدريباتها بتبقى صعبه شويه، وبالذات في الساق الواحده التمرينات بتبقى شاقه شويه بسبب اللي انت بتبقى فاقد. يعني انا مثلا عندي ايدي الشمال، فبضطر ان انا اشتغل عليها بالزياده عشان خاطر اللاعب لما بيجي يشوط عليها بيبقى عارف هو بيشوط في الحته اللي عندي فيها فقدان، فبتبقى صعبه بالنسبه لي، فببذل مجهود اكتر. في حراس مرمى كتير بيكلموني وانا بتواصل معاهم، وفي ناس كتيره بنفسها بتتقدم وبيتصلوا بيا وبيكلموني، وانا بحاول ان انا اجيبهم، واحاول لو في حد عنده مشكله وبيبقى متاثر نفسيا ان هو مش عايز يجي يلعب، لا بقول له تعال العب وجرب وشوف. انا كنت قدامك واحد اهوت كان قاعد مش عايز يلعب وفاقد الامل في كل حاجه، لما جيت ومارست ولعبت وكسرت الحاجز لا لقيت الموضوع مختلف. انا شايف نفسي اللي انا عصام الحضري، شايف نفسي عبد الواحد السيد، عندنا محمد صلاح، عندنا شيكا، لا عندنا كوادر ولاعيبه محترمه. انا الاسره عندي بتتشكل في والدي ووالدتي واخواتي وزوجتي واولادي، بس انا اكبر داعم ليا من صغري، حتى انا كنت قبل ما العب حارس مرمى ساق واحده والدي. احنا اول حاجه ابتديناها كان في 2017، دي كانت اول امم افريقيه لينا، اتجمعنا ولعبنا امم افريقيا ودخلنا لعبنا البطوله دي من غير ما نلعب حتى ماتش ودي ولا ماتش في الاجنده الدوليه حتى، والحمد لله وصلنا يعني في اول مشاركه لينا دوليه في المركز السابع، ما كانش عندنا دوري ودخلنا. بشوف اللي احنا وصلنا لنقطه مهمه قوي، اللي احنا في يعني في وقت قياسي، اللي احنا من 2021 من 2021 ل 2023 اللي احنا ناخد مركز ثالث، دي حاجه كويسه. وايجابيات البطوله ديت اللي احنا بعد ما لعبنا البطوله وخدنا المركز الثالث، في اربع لعيبه احترفوا في تركيا. احنا كان عندنا محترف واحد في تركيا اللي هو كابتن محمود عبده، بعد البطوله ديت الحمد لله من ايجابياتها اللي في اربعه احترفوا بره، وكان في اتنين كمان بس كان في مشكله اللي هم كانوا تحت السن فما عرفوش يسافروا. اقول للمسؤولين انا عايزكم تقفوا في ظهرنا، احنا كره القدم الساق الواحده بنلعب كوره بجد. بنتمنى النوادي تبتدي تعمل فرق للساق الواحده في النوادي عندهم، عشان خاطر احنا عايزين نلعب دوري قوي، بدل ما نبقى ست فرق عايزين نبقى 12 فرق، عايزين الدوري يبقى صعب، عايزين الدوري يبقى نلعب هنا اهوت، العب عندي هنا اهوت، اروح العب في الشرقيه، اروح العب في المنوفيه، اروح العب في اسكندريه. عايزين نحس ان احنا الدوري بتاعنا قوي، ونفسي الدوري المصري ده يبقى اقوى دوري في العالم. الحقيقة كان ليا شرف كبير جدا 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 ان الفريق ده اكون بعمل معاه لقاء في اول انطلاقه للفريق 2018، وشفت يعني ايه الاصرار والعزيمه والحلم لما يتنفذ ويبقى حقيقه، وان المسؤولين او انك انت تجبر المسؤولين على ان هم يامنوا بحلمك ويساعدوك انك تحققه. كل التوفيق والتحية والتقدير لكل واحد فيهم اشتغل وتعب وأصر على حلمه، وإن شاء الله الحلم القادم إنه فعلا كل الأندية يكون عندها بإذن الله فرق خاصة بالساق الواحدة أو كرة القدم للساق الواحدة. تعالوا نروح معاكم للمتعة والإثارة ودوري أبطال أوروبا والجولة الأولى اللي اتلعبت امبارح وكل نتائجها كانت منطقية بشكل كبير. في إيطاليا فاز طبعا اليوفي على أيندهوفن بنتيجة 3-1، في سويسرا خسر يانج بويز أمام أستون فيلا 3-0، وفي ملعب سانتياغو برنابيو فاز ريال مدريد على شتوتغارت 3-1 بعد ما كان تعادل 1-1 لغاية الدقائق الأخيرة، وفي ملعب سان سيرو في ميلانو خسر ميلان أمام ليفربول 3-1، وفي لشبونة فاز سبورتنج لشبونة على ليل 2-0، وأخيرا في أليانز أرينا اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 9-2 في واحدة من المباريات اللي ندرت الحدوث في تاريخ دوري أبطال أوروبا. 9 أهداف سجل منهم الهداف الكبير هاري كين سوبر هاتريك في المباراة. النهاردة عندنا مجموعة مباريات في اليوم الثاني من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا هتكون كالتالي: الساعة 8:15 مساء بولونيا هتواجه شختار، وكمان في نفس التوقيت سبارتا براغ هيواجه ريد بول سالزبورغ،
الساعة 10 مساء هيكون في 4 مباريات. مانشستر سيتي هتكون على موعد مع مواجهة انتر ميلان، باريس سان جيرمان هيواجه جيرونا، كلوب بروج هيواجه بروسيا دورتموند، وسلتك سلوفان سلتك هيواجه سلوفان براتسلافا. دي مواجهات اليوم في دوري ابطال اوروبا. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن مباريات اليوم في دوري ابطال اوروبا، ونشوف طبعا صدام السيتي وانتر على راس مواجهات مرتقبه في دوري ابطال اوروبا. مباراة قوية النهاردة هتجمع السيتي وانتر ميلان. السيتي حقق انطلاقة قوية الموسم ده كالمعتاد في الدوري، وعاوز يواصل نتائجه الجيدة في دوري الأبطال. تعالوا نشوف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ورودري لاعب الفريق قالوا ايه، ونرجع لكم. من مباراة السيتي وانتر لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا، وحديث لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن المباراة اتكلم فيها طبعا ان المباراة دي مش هتكون سهلة، وان جيرونا رغم قلة خبراته الا انه فريق جيد جدا. مشاهدينا لسه هنتكلم مع حضراتكم في تفاصيلنا الفنية والتحليلية، والجانب الخاص طبعا بدوري أبطال أوروبا، مباريات الأمس ومباريات اليوم، ولكن مع ضيفنا اللي هيكون منورنا بعد الفاصل الأستاذ محمد عادل المحلل الرياضي في صباح أون تايم. انتظرونا.